أهلا وسهلا فيكم بهذه الفقرة التقنية من عمون. اليوم راح يكون معنا أحدث إصدار من ساعات هواوي واللي هي ووتش فيت، فكونوا معنا بهذا الفيديو وتعرفوا معنا بدقائق عن هاي الساعة. بالبداية متابعينا الكرام، خلينا نفتح صندوق هاي الساعة ونتعرف أكثر عن محتويات هذا الصندوق ونشوف الساعة على شكلها، بعدين نروح معكم لنحكي أكثر عن ميزاتها الخرافية. الآن هاي الساعة زي ما عم بتشوفوها، صندوقها بيحتوي على الكتالوج الخاص فيها والتعليمات، وأيضا على سلك الشاحن الخاص بهذه الساعة. تمام التمام؟ نبلش معكم أحبائنا ومتابعينا بالحكي عن مميزات هاي الساعة الرائعة جدا. أول إشي زي ما عم بتشوفوا، الساعة مستطيلة الشكل بمقاس 1.64 بوصة وبدقة عالية الوضوح 280x456. بتوفر الساعة تجربة مشاهدة جدا واضحة بزاوية واسعة جدا. إطار هواوي ووتش فيت مصنوع من ألياف البوليمر غير اللامعة، وبيتميز بالسلاسة والمتانة، وبصراحة الشكل الجديد أنيق مع شريط السيليكون، وبتتميز بعدة ألوان جذابة. تتميز ساعة هواوي ووتش فيت بوزنها الخفيف اللي ما بيتعدى 21 جرام. هيكلها ذو شرائح مزدوجة وخوارزميات موفرة للطاقة، وبتستمر بالعمل لمدة 10 أيام متواصلة. طبعاً بفضل تقنية الشحن السريع بإمكانك إنك بس تشحنها أو تدعمك ليوم كامل من خلال شحنها لمدة 5 دقائق فقط، يعني تشحنها 5 دقائق قبل ما تطلع على الشغل، رح تدوم معك طول النهار وهي شغالة وما تطفي. طبعاً الساعة مقاومة للماء لحد 50 متر وفقاً لمعيار آيزو 22810 و2010، يعني ساعة خرافية بتنزل فيها تحت المي وبتسبح فيها وأمورك طيبة، ولا رح تتأثر لأنها ساعة تكنولوجية أو ديجيتال أو تخاف إنها تخرب معك. يعني هاي ميزة رهيبة جدا ومميزة من ساعات هواوي ووتش الجديدة. بتوفر هاي الساعة 12 نوع من التمارين السريعة بالرسوم المتحركة، وبتحتوي على 96 عرض للتمارين الرياضية. طبعاً تتبع الساعة معدل ضربات القلب بالوقت الفعلي طول اليوم، وبتكتشف الساعة في الوقت المناسب إذا كان معدل ضربات قلبك يتجاوز النطاق الطبيعي، وبترسل لك تذكير لتزويدك بالحماية. بالإضافة إنها بتكشف لك عن السعرات الحرارية ومدة التمرين اللي اشتغلت عليه من خلال مستشعر GPS المدمج وخوارزمية الذكاء الاصطناعي، وبتسجل لك نشاطك الرياضي اليومي. كمان بتدعم الساعة المراقبة المستمرة للأكسجين في الدم، وبترسل تلقائياً تذكير للمساعدة على ضبط الحالة في الوقت المناسب، وبتراقب التوتر طول اليوم بشكل فعال. كمان بتذكرك بالرسائل النصية والمكالمات وأحداث التقويم عشان ما يفوتك أي إشي مهم. كمان بتقدر من خلالها تتحكم بشكل أفضل بتشغيل الموسيقى والتقاط الصور عن بعد والبحث عن موبايلك في أي لحظة، يعني إذا ضاع موبايلك من خلال هاي الساعة على طول بتبحث عنه. كمان بإمكانك أيضا استخدام الميزات الأخرى مثل الطقس والمنبه والمؤقت وساعة الإيقاف والمصباح. بيوفر لك ضبط السطوع التلقائي بهذه الساعة إمكانية رؤية أفضل في ضوء الشمس، يعني على طول تضبط حالها تلقائيا وبتزيد من قوتها بالشمس. كمان بتتيح لك واجهات الساعة المضاءة إمكانية التعبير عن أسلوبك الشخصي ومزاجك في أي يوم. بصراحة هاي الميزة جدا رائعة لأنها بتخليك تلبق على الساعة أي لبسة أنت بتلبسها في يومك، سواء كانت رياضية أو رسمية وما إلى ذلك من أمور. وأحبانا المتابعين، سعر هاي الساعة بالسوق الأردني 99 دينار، يعني متوفرة بجميع الأسواق ومراكز البيع لدى هواوي، وسعرها مناسب للجميع. بتوقع 99 دينار مع هاي الميزات الرائعة والمميزة، بتوقع أنه سعر مناسب ولطيف بالنسبة للجميع مع كل الميزات والشكل الجميل اللي بتتمتع فيه هواوي ووتش. وأخيراً وليس آخراً، بتمكنك هاي الساعة من تخصيص الوظائف المهمة على واجهة الساعة بسهولة، زي الطقس، معدل ضربات القلب، سرعة الخطوات، عمر البطارية وغيرها، كلها مجانية بإمكانك الاختيار من بينها بسهولة وضبطها في الموقع المناسب.
وبهيك بنكون عرضنا لكم بفقرتنا التقنية من عمون أحدث ساعة هواوي نزلت على السوق. نتمنى متابعتكم الدائمة اللي راح نزودكم من خلالها بأحدث التقنيات والأجهزة في عالم التكنولوجيا المتطور. في أمان الله.